بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في البدايه قبل اي حاجه لازم تدي شابوه لمجلس اداره الاهلي على قرارين. اول قرار، قرار الاقاله الموفقه مش قرار الاستقاله، لان الراجل تم اقالته من قبل النادي الاهلي. واثنين، ان المجلس قرر ان هو يسيب الراجل يطلع يقول كل اللي جواه علشان خاطر يثبت هو مشى ليه. بصراحه لما سمعت عن ان مترجم مارسيل كولر هيطلع يعمل حوار تلفزيوني انا قلقت، لان الراجل كان في كلام حوالين ان هو نوعا ما بيسرب اخبار الفرقه للاعلام. كنت قاعد اقول يا رب استرها ويا رب الراجل يطلع لبك ويقدر ان هو يروح بعيد عن الاسئله اللي هتعمل بلبله والاسئله اللي هتعمل مشكله. فالله اكبر، لقيت الراجل بيتكلم على موقف كولر تجاه قفشه وموقف كولر تجاه كهربا، ولقيت الراجل الله اكبر عليه بيتكلم على وجهه نظر كولر في زيزو، وجهه نظر كولر في خالد بيبو. قلت بس دي هبت على اخر دي بقى، ده بس عاش كابتن خطيب، عاش كابتن خطيب قسما بالله، بس عاش كابتن خطيب على قرار الاقاله ده. لا بجد، وبصراحه لما سمعت الكلام بتاع ان انا خدت اذن من النادي الاهلي وان انا شغال مع مارسيل كولر وماضي مع الوكاله معاه وان انا مساعد مش مترجم فقط، قلت بس انا هنا قدام حد كان نفسه ان هو يعدي الجوب ديسكريبشن بتاعه. يعني المفروض ان انت جاي مترجم، دورك مترجم فقط من الاخر. يعني ده غير الكلام اللي عمال يتسرب ان انت ترجمت غلط، ده بجد يعني في كلام بيتقال ان هو ترجم غلط وترجم المؤتمر بتاع كولر وموضوع الصفقات، وده اللي عمل مشكله. لان على حسب كلام استاذ ابو المعطي زكي ان الاهلي راح جاب مترجم